هي فرحة طبيعية، خطر الكاليتي متاع الهدف يشبه برشا الهدف متاع مقابلة زامبيا. فيه مجهود جماعي، فيه برشا فكر، فيه برشا إفور كبير من الأطراف الكل. طبيعي الملاعبية قاعدين مضحيين، الملاعبية قاعدين يتعطوا في الأسباب وقت يكونوا ريكومبونسين المدرب متاعهم. نفرح للمجهودات متاعهم وفرحة عادية، ما جوزت حاجة غير طبيعية، لكن هذا المنتخب التونسي كل ما يسجل التونسي كل تفرح. التنظيم بثلاثة ولا التنظيم باربعة، أهم شيء هو التنشيط. شفت اللي كونوا لعبنا ضد زامبيا في آخر مقابلة في تصفيات كأس العالم، لعبنا بديفونس أتخوا وعملنا بريستاسيون محترمة برشا، تقريبا نفس البونتوات يشبهوا لبعضهم. لعبنا باربعة زادة كيف كيف نجحنا، ونباهي المنتخب اللي قادر باش يتأقلم مع أكثر من طريقة، وهذا يحسب للاعبين. لكن يزن سيرتو في مخاخنا نكونوا حاطين برشا عزيمة باش نمشيو ونكونوا في نسق تصاعد إن شاء الله. On s'est créé quelques opportunités. Voilà, ensuite, même si on a plutôt mieux débuté la deuxième mi-temps, tout le reste du match, on a été quand même largement en danger face à une équipe de Tunisie qui a des atouts offensifs qui, je suis persuadé, lui